جمال بالماضي وزير السعادة أو الجنرال كما يلقبوه مدرب منتخب الجزائر بدأ أو في حواره الأخير في مؤتمر صحفي فتح النار على الفساد في اتحاد الكرة الجزائري. قال لهم ما عندناش وما عندناش وما فيش وما فيش بصراحة. والميزة في جمال بالماضي دي مش أول مرة، ده على طول كده، إنه ما بيغطيش، ما عندوش سياسة غطي، لأنه اتكوى بنار التغطية ونار الكذب ونار الإنكار ونار ادعاء ما ليس عندهم ويطلبوا بالنتيجة على بناء على الأكاذيب دي. فقال لهم ملعب عنابة أرضيته زي الزفت، وسمعت مسؤول بيقول إن كله تمام والأرضية زي الفل، فده حاجة من الاتنين، يا أعمى يا مجنون، يا أعمى يا مجنون، لأن الأرضية زي الزفت ولا تصلح، زي ما قال قبل كده، لا تصلح لزراعة البطاطا. جمال بالماضي دائما على فكرة بيصطدم بيهم كده، لأنه زي ما قلت لك، وده المفروض الكل يكون كده، لأنه لو كذب معاهم وواكبهم في الكذب كله تمام والحمد لله احنا زي الفل واحنا قوة ضاربة وقوة مش عارف مالنا، هيطلبوا بنتيجة بناء على هذا الكذب. ما انت عندك كل حاجة هو، ما جبتش الديب من ديله ليه؟ لذلك هو دائما جمال بالماضي يقول لهم لا عندي ولا عندي ولا عندي، وده كل ده كلام فاضي، ده كلام المسؤولين اللي اعتادوه في البلد كلها، بالمناسبة من الرئيس لأقل مسؤول، كله تمام احنا زي الفل يا جمال، عدي غطي. فيقعد يقول لهم ما الأرضية زي الفل، وانا احنا نقدر ننظم 6 كاس العالم في وقت واحد، احنا جايبين من السماء حتة، ويفشل يقوموا مسكينه هو، يا فاسد يا اللي صفتك يا اللي نعم انت بلسانك قلت كله تمام وزي الفل، امال ايه؟ معادلة صعبة في هذا البلد بالمناسبة. اسمع الاول جمال بالماضي الجنرال او وزير السعادة قال ايه، واستنى احكي لك الحكاية. De foot, soit ils sont aveugles, soit mais à fouche, est-ce que c'est une bonne pelouse pour jouer au foot? Je sais pas. En tout cas, moi c'est ça qui m'intéresse, la qualité de la pelouse. Et on tire un gros chapeau, merci de. Comment on fait, dites-moi le mot d'ordre, parce que ça fait charron, ça nous a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahlan bikum. جمال بالماضي هو الإنسان الوحيد اللي بيفكر في البلد دي، أو عنده مخ أو عنده منطق، الإنسان الوحيد تقريبا اللي مش خايف على كرسيه وعلى منصبه وتمرد على قانون القرقرة في القرقرة، لأنه الوحيد اللي دايما يقول لهم لا ما عنديش ما فيش ما جابوش ما ودوش ما عملوش، أرضية الملعب لا تصلح لزراعة البطاطا، ده على طول كده، أرضية الملعب زي الزفت والبنية التحتية زي الزفت، ولا ما تقوليش الكلام ده. في الوقت اللي فيه المسؤولين يا سلام، احنا هو الملاعب يا سلام والملعب يا سلام، ويقعدوا بقى يغنوا ويردوا على بعض. فرئيس الاتحادية زفيسف ده اللي اتلسع على قفاه في الانتخابات الأخيرة ده واستقال بعد ما تشوه وبقى شكله بلغة، كان يقعد يا سلام وينخع وينتع ويفشر يكذب زي واحنا عندنا وعندنا، وتلاقي القرقور جاي يقول لك احنا قوه ضاربه، اغسل فمك قبل ان تتحدث عن الملاعب، توضا قبل ان تتحدث عن الجازو، لانه سامع مسؤولي بيكذبوا عليه، فمسكين مغزى بالنفخ الخاوي. جمال بالماضي قال لك لا 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 انا مش هعمل ده، لان انا هتقول لي عندك كل الامكانيات وعندك وعندك وعندك، فانت انا مطالب بنتيجه ما حققتهاش لاني ما عنديش، هتيجي تقول لي ما انت عندك بالكذب، بيصدقوا الكذب المسؤولين ويحاسبوه على الفشل. فقال لهم لا ما عنديش، وارضيه الملعب زي الزفت، وما عندناش وما فيش، ودايما بيطلع يديهم، ولذلك هم كارهينه، ولذلك بيقوموا الصحافه عليه، ولذلك دائما تلاقيه بيتهجم على الصحفيين، ودائما تلاقيه معصب ومتنرفز، ودائما تلاقيه مسكين بيقاتل بصراحة. يعني أنا كنت بعيب عليه في الأول إن ليه على طول عصبي وعلى طول بيشوط في اللي قدامه وعلى طول بينطح، إنما مسكين والله أنا لو مكانه ده، أنا لو مكانه همشي، مش همشي غير بالصمتة بالكرباج مع البشر دي، والله ما همشي غير بالكرباج.
فالله يعينه ما فيش امكانيات يفتح التلفزيون يلاقي يا سلام اتنين كاس عالم ونيلسون مانديلا ومش عارف غاندي ومين وجيفارا وملاعب بقى باسماء المناضلين كلهم، وتدور تلاقيها ملاعب زي ما هو قال لا تصلح لزراعه البطاطا. بيقولوا له ايه رايك في ملعب عنابه، هم مستنيين انه يقول لهم زي المسؤولين يا سلام على الملعب الجازو يا اولاد بيهفهف. ما هو كان مستني يسمعه كده قال لهم لا ملعب ايه، انا سمعت مسؤول بيقول الملعب كويس والملعب رائع، ده يا اعمى يا مجنون مسط ملعب ايه ده، ملعب ما فيش جاز والملعب مرون، ما احنا شفناهم على الهوا بيسقوه بالتيو ماشي الكميه وبالتيو هنا بيعملوا ده على فكره في ارضيه التبوريده. والله العظيم قبل ما يبدا مباريات التبوريده بيجيبوا بتاع زي ده كده ويمشوا يرشوا، ده حتى مش كده ده هو في رشاشه ذاتيه كمان يعني متطوره عن كده كمان، ده عشان يرشوا للخيل الارض اللي بيجروا عليها عشان ما تبقاش رمل تعفر عليهم. يلا يا عم شفناهم بيسقوا كده، ما شفتهمش قريب فيديو شهير، ولذلك هم هؤلاء منظومه فاسده بالكامل. اذا واحد عايز يطلع من هذه المنظومه الفاسده او ما يتاثرش بهذه المنظومه الفاسده ده يبقى مسكين بيحارب 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 الدنيا لوحده، ويبقى مكروه وهيشيلوه ويستنوا له فشل في مباراه واحده عشان يسنوا سنانهم عليه المسؤولين ويحرضوا الصحفيين. طبعا دول عندهم دول مش صحفيين، دول كلهم مش صحفيين، دول مجرد مرتزقه يعني، يحرضوهم عليه ينتشوا فيه ويهبشوا فيه ويمرمدوه بغض النظر عن مصلحه الكوره ولا مصلحه الجزائر ولا مصلحه الفريق ولا مصلحه اي حاجه، المهم ننتقم منه من الذين اللي قاعد ينتقد فينا ده. والله العظيم ده اللي بيحصل في منظومه الكوره، ويرجع يقول لك هو احنا ليه فاشلين؟ يا ودي ده انت كلك على بعضك معجون بالفشل، كذابين نصابين حراميه. يا راجل اتحاديه الكوره مؤخرا الفاف الاتحاد الجزائري لكره القدم استقبل فريق للعب مباراه وديه، فريق الراس الاخضر، وجابوا دور له على اوتيل وهم هنا، ده مش لسه هيجوا بيحجز لهم قبل ما يجوا يجهز لهم امورهم، ده وصلوا وهو بيدور على اوتيل يستقبلهم. الاوتيلات كلها حاطه اتحاد الكوره الجزائري في القائمه السوداء، ما حدش بيرضى يديهم غرف لانهم ما بيدفعوش، بيسكنوهم وياكلوهم ويشربوهم ويجوا يقعدوا معاهم وياكلوا معاهم ويرتعوا ويمشي ما يدفعش، فحاطينهم كلهم في البلاك ليست القائمه السوداء. والله العظيم عملت لكم فيديو بالقصه دي، قالوها كل الاوتيلات ما رضتش تسكن الفريق لحد ما راح وليد معرفش ايه صادي ده الرئيس الاتحاديه الجديد يتوسل لصاحب اوتيل هو يعرفه، لما قبل على مضض قال له ماشي هاتهم. تخيل، والمفروض بقى يطلع بقى المسؤولين اي فريق من كده او اي مدير فني في فريق يقول يا سلام على الاتحاد ونحن قوه زارطه ونحن نناو ويعيش بقى في الريتم. فرئيس اتحاد الكره زي زفزف كده يطلع تقارير كله تمام احنا قادرين نستضيف، وعم يجيب مسكين ياخد الكتب يضيف عليه شويه من بتوعه ولوح، والقرقور يجي لما نقول له ان انت بائس يقول لي اغسل فمك بائس، ما انت ما سمعتش ما تسمعش التصريحات ولا ايه؟ انت ما بتتفرجش على الشروق والنهار والبطيخ بتاعنا ده؟ ازاي؟ يا عم الله يخليك انت فوق شويه، يا عم انت اللي فوق، الدنيا زيطه عندك بنقول لك والفساد كله، وتلاقي واحد لوحده مسكين كده زي جمال بالماضي يقول له عنبه ايه يا ابو عنبه انا سمعت مسؤول ده يا مجنون يا اعمى، هاي هيشنوا عليه الهجوم بقى العصابه بقى عصابه بتوع اتحاد الكوره كلهم. مش انه بيقول كلام معقول، طب ما فعلا نعالج العيوب دي مره مره في البلد تمشي لقدام. لا انت عارف بقى الخلل فين؟ مش في ارضيه الملعب، الخلل مش في المنظومه الفاسده، لا الخلل في جمال بالماضي اللي بيتكلم واقعي، انكر وعيش معانا في امسك كمانجه واظرف معانا كذب، عيش معانا في النغمه. هيقوم مسلط عليه الصحفيين
والصحفيين يهمهم اتحاد الكوره، هو ده اللي بيدي. جمال بن الماضي مش هيدي سفريات مع الفرق والميغه مع اتحاد الكوره، مش مع جمال بن الماضي. جمال بن الماضي لا بيهش ولا بينش، ملوش دعوه غير بالفريق. فمصلحه دول مع مين؟ الصحفيين دول مع الاتحاديه. فيقول لهم قطعوا امه يقطعوا امه. جمال بن الماضي لم يبتسم اثناء التدريب، جمال بن الماضي مش عارف عمل ايه، شاهد جمال بن الماضي عمل زي ما عملوا فيه قبل كده، ده عملوه قبل كده لما انتقد ارضية الملعب قبل كده برضه، قال ما عندناش ملاعب وملاعب زي الزفت نزلوا فيه. إيه كان من وزير السعادة وبن الماضي الجنرال، اقسم بالله بصفته ونعته، وشاهد ماذا فعل في الصحفيين، وشاهد جمال بن الماضي ماذا قال عن مش عارف، وجابوه شيطان رجيم عشان زفزف اللي قال لهم اعملوا كده، ولا زفزاف ده اللي غار في مصيبه اللي كان موجود قبل كده، ده اللي اتلسع على قفاه في الكاف. فجمال بن الماضي بعد التصريح ده استنى وزير السعاده هتشوفه هيقطعوه، لكنه انا شايف ان ده انسان مخلص فعلا للبلد ومخلص للفريق وعايز يعمل حاجه، لكن ده بلد منقوع ومعجون في الكذب من ساسه لراسه، واي حد مش هيكذب يبقى شيطان رجيم. اما لو قال لهم يا سلام الملعب لعبنا فيه ارضيته تلعب لوحدها، الجازو بيلعب معانا، يا سلام على الملعب، يا سلام. اما كان والهوى الملعب يرد الروح، اكذب قول اي حاجه، هتلاقي الصحف كلها بالماضي يشيد بعهد عبد المجيد بطيخه والجزائر الجديده والملاعب في الجزائر الجديده تضاهي ملاعب كوريا الشماليه، واننا والله العظيم عناوين فخمه تطلع والصحف كلها طرورات طرورات. اما التصريح اللي قاله ده وزير السعاده هيشوف ايام سودة الايام اللي جايه، لكن للحق والله العظيم هذا الرجل مخلص، هذا الرجل مخلص وعاقل. اما الباقيين كلهم كذابين في دوله معجونه بالكذب من ساسها لراسها، مسؤوليها ومواطنيها الكذب معشش في البلد بشكل مرضي. لا تخرج قبل ان تقول اسفخس على دي بشر، دي الحكايه. اشوفكم على خير.